الديناصورات هي حيوانات شديدة الضخامة عاشت على الأرض منذ عصور سحيقة، وكانت مجموعات الحيوانات الأكثر انتشاراً على كوكبنا لفترة قدرها العلماء بمئة وستين مليون سنة تقريباً. سيطرت الديناصورات على الأرض وهيمنت على معظم المخلوقات التي كانت موجودة في تلك العصور السحيقة، وكانت تتخاطب صوتياً وحركياً وخاصة أثناء القتال فيما بينها أو مع غيرها من الكائنات الأخرى. وكانت اليابسة مكونة من كتلة كبيرة تسمى البانجيا. وخلال 165 مليون سنة من ظهور الديناصورات انقسمت البانجيا إلى كتل وقارات مختلفة حتى وصلت إلى وضعها الحالي. اختفت الديناصورات بجميع أنواعها من على الأرض على نحو مفاجئ قبل حوالي 65 مليون سنة. الكثير منا قد يتساءل كيف اختفت تلك الكائنات الجبارة فجأة، وكيف انقرضت تماماً من على وجه الأرض؟ هل أصابها مرض أو وباء خطير؟ أم أن كارثة طبيعية كبيرة قضت عليها؟ ربما يكون بركاناً هائلاً أو نيزكاً من السماء أو شيئاً أكثر رعباً. لا شك بأن الديناصورات لم تنقرض بين ليلة وضحاها، بل يمكننا أن نتوقع أن انقراضها قد حدث على امتداد آلاف السنين، وهي فترة قصيرة جداً بالنسبة لسيطرتها على الأرض لملايين السنين. وقد اختلف العلماء في تحديد سبب انقراضها، حيث لا زالت ثمة تفسيرات عديدة ومتفاوتة مطروحة، إلا أن قسماً كبيراً من المجتمع العلمي يميل إلى أن السبب الرئيسي كان في اصطدام كويكب ضخم آت من الفضاء الخارجي بسطح الأرض، أدى إلى انبعاث الغبار في الجو الذي سبب انقلاباً في المناخ، حيث تسببت سحب الغبار المتناثرة عن الاصطدام بحجب أشعة الشمس، وبالتالي وقعت تغيرات مناخية مفاجئة وشديدة على الكوكب، ولم تستطع العديد من الحيوانات التكيف مع تلك التغيرات. فكانت النتيجة انقراض جميع أنواع الديناصورات التي عاشت آنذاك، إضافة إلى نحو 60% من جميع أشكال الحياة التي كانت موجودة على الأرض في ذلك الزمن. ولكن كيف لصخرة أن تقضي على جميع أنواع الحياة وتدمر الكوكب بأكمله؟ نحن نتحدث هنا عن جسم صخري يتحرك بسرعة 64 ألف كيلومتر في الساعة، أي أنها أسرع من الرصاصة بنحو 50 مرة، وحجمها يعادل كرة بقطر 10 كيلومتر تقريباً. وعندما ارتطم بالأرض أسفر عن حفرة قطرها 180 كيلومتر فيما يعرف حالياً بالمكسيك. هل بإمكانكم تخيل مدى قوته أو الصوت الناجم عن ذلك الاصطدام؟ فعند الاصطدام حدثت موجة صوتية صاعقة قتلت كماً هائلاً من الحيوانات، فقوة هذا الاصطدام تفوق قوة أسلحة أمريكا وروسيا النووية مجتمعة. فعند اصطدام النيزك بالأرض تتحول معظم الطاقة الحركية للنيزك إلى طاقة حرارية تبلغ حرارتها أكثر من 6000 درجة مئوية، أي أنها قد تعادل حرارة الشمس، ما يجعل الحياة على الأرض مستحيلة ونسب النجاة معدومة لأي كائن حي. كذلك اعترت المحيطات موجات من التسونامي الشديدة. كما تصاعد حطام الكويكب على صورة سحب غبارية عملاقة إلى الغلاف الجوي، مما تسبب بحجب ضوء الشمس، وذلك فضلاً عن التسبب باضطرابات مناخية شديدة مثل العواصف الرعدية والنارية وانبعاث الأشعة تحت الحمراء بكميات كبيرة. لقد غطت الانبعاثات البركانية السامة كوكب الأرض وغيرت مناخه وقضت على أنواع حيوانية ونباتية كثيرة. وبحسب علماء الجيوفيزياء فإن ارتطام النيزك أدى إلى تغيير تكوين المواد البركانية ووتيرة ثوران البراكين التي امتدت لوقت طويل، وأدى ذلك إلى تأخير ظهور الأنواع الحيوانية والنباتية الجديدة لمدة نصف مليون عام بحسب ما بيّنه غياب المتحجرات العائدة لتلك الحقبة. ولكن رغم كل هذه الكوارث المدمرة، هناك بعض المخلوقات نجحت بالبقاء على الأرض بعد انقراض العصر الطباشيري، وهي الكائنات الصغيرة أو على الأرجح التي تجيد فن التخفي والاختباء، مثل بعض أنواع القوارض والحشرات التي اختبأت في الأشجار وفي الجحور في باطن الأرض. كذلك الكائنات البحرية التي لاذت بالفرار في أعماق البحار والمحيطات، والطيور التي يمكنها السباحة حيث لجأت للغوص لأعماق البحار لتنجو، وكذلك عدد قليل جدا من بيض الطيور المجنحة العملاقة والديناصورات التي دفنت في باطن الأرض،
حتى فقس بيضها وخرجت للسطح باحثة عن حياة لتورث الأرض لكائنات ماهرة في الاختباء. سنوات وسنوات مضت قبل أن تلمس أشعة الشمس سطح الأرض مجدداً، وبدأت سحب الغبار في التلاشي تدريجياً حتى تتمكن الطبيعة من التعافي والتوازن مرة أخرى. وبالفعل بدأت النباتات في النمو من جديد، واستغرق الأمر آلاف السنين حتى تكسو الحشائش الأرض وتتنفس النباتات غاز الأكسجين وتعود الحياة إلى الكوكب مرة أخرى، وتبدأ حقبة جديدة يهيمن فيها مخلوقات أخرى تتكون من آلاف الحيوانات المتنوعة، وتمر ملايين السنين حتى تستقبل الأرض مخلوقاً آخر يمشي على قدمين يهبط إليها ويقوم باستعمارها من جديد. إنه يمتلك دماغاً أكبر حجماً يهيمن به على الأرض تماماً كما فعلت الديناصورات من قبل، ولكن على عكسهم فقد عمر الأرض وبنى ناطحات سحاب عملاقة ومركبات يمكنها مغادرة الكوكب وأسلحة يمكنه تدمير الكوكب بالكامل إذا أساء استخدامها. فسبحان الله خالق الأرض ومن عليها. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.